يسأل ما جدوى هذا المشروع وما هي الفائدة التي يقدمها إلى دائرة صحة النجف وإلى المحافظة بشكل عام. الكل يعلم أن مؤسساتنا الصحية وخصوصا مستشفى الحكيم العام هي المستشفى الوحيد الذي يستقبل الحالات المشتبه بها والحالات الممكن أن تكون مصابة، وتلاحظون الزحام الكبير في هذه المؤسسة الصحية ليلا ونهارا، وهي مشكلة حقيقية بحد ذاتها. قد ينتقل المرض من شخص إلى آخر بسبب الزحام الحاصل في هذه المؤسسة وهذه المستشفى. اليوم إنشاء هذا المنجز وهذا المشروع هو يخفف هذا الزحام على مؤسساتنا الصحية وخصوصا مستشفى الحكيم العام. هو مشروع لغرض التحري والكشف وتشخيص الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا. طبعا المشروع نفذ، شكرنا وتقديرنا وباسم أخواني في دائرة صحة النجف نشكر شركة آمال الشرق والمدير المفوض السيد أحمد العوادي المحترم على هذا المشروع. طبعا المشروع رفض من قبل دائرة صحة النجف بواسطة الكوادر الطبية والصحية والأجهزة المختبرية والأجهزة الأخرى. بالتأكيد المواطن سيراجع هذا المشروع بكل أريحية بسيارته الخاصة بدون زحام بدون أي مشاكل أخرى، يتم فحصه وتشخيص إذا كان مصاب من عدمه. يعني هي عدد المسحات غير ما محددة حسب توفر هذه المسحات من قبل وزارة الصحة ومن قبل دار الصحة. أما الفترة إذا كان الفحص السريع هو خلال 10 دقائق تظهر نتيجة الفحص، أما الفحص الآخر اللي هو PCR ممكن يتأخر إلى 24 ساعة. أعلنت دائرة صحة